السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير، متعكم الله دائما بالصحة والعافية وأدام عليكم نعمتها. ما خلق الله من داء إلا وجعل له دواء، وجعل الأطباء دائما بعد إذن الله تعالى سببا من أسباب الشفاء. نجدد التحية وحلقة جديدة من برنامج الأطباء، ونتابع حديثنا مع حضراتكم، لكن في حلقة اليوم سنتوقف أمام حدثين حدثوا في الأسبوع الماضي. يوم 4 فبراير هو اليوم العالمي لزيادة توعية السيدات والناس عموما عن مرض السرطان، هو يوم التوعية بمرض السرطان واليوم العالمي لمكافحة السرطان ونشر الوعي عنه. هذا الاسم المخيف الذي ما زال يحصد أرواح بشر، لكن يتقدم الطب والعلم والممارسات الطبية الصحيحة والحياة الصحية قد تقلل نسب الإصابة، أو الاكتشاف المبكر قد يساعد في القضاء على هذا المرض. وبالتالي منظمة الصحة العالمية أطلقت يوم 4 فبراير من كل عام هو يوم عالمي لمكافحة السرطان. نشوف الصور اللي معانا اللي بتتحدث عن ده. وكل عام كل عام بيطلق للحملة لمكافحة السرطان اسم معين عنها. This is the World Cancer Day، اليوم العالمي ضد السرطان، وهو دائما يوم 4 فبراير. وهذه العلامة حضراتكم عرفتوها من حملات التوعية، هي علامة التوعية ضد مرض السرطان. شوف الصورة اللي بعديها. الغذاء الصحي، اليوم العالمي للسرطان، الممارسات الطبية الصحيحة، تناول الأطعمة الصحية، ممارسة الرياضة، تجنب أشعة الشمس بالنسبة للناس اللي بشرتهم فاتحة قوي وفي عندهم حساسية لده، الامتناع عن التدخين، الفحص الدوري، الممارسة الطبية الصحيحة، الاكتشاف المبكر للمرض حجر زاوية في التعامل معه. ما زالت الأورام السرطانية تحصد أرواح الناس، لكن في الأغلب عند الاكتشاف المتأخر. نشوف الصورة اللي بعدها. ده شعار الحملة في هذا العام، كل يوم الحملة تقام يوم 4 فبراير، لكن هذا العام كان شعار الحملة I am and I will، أنا أكون وأنا أستطيع وأنا سأفعل الآتي لمحاربة السرطان. وزي ما ورينا لحضراتكم اللي في إيدك إنك تعمله هو الطعام الصحي، الممارسات الصحية الصحيحة، ممارسة الرياضة، الامتناع عن التدخين، الفحص الدوري المبكر، عدم إهمال الأعراض والآلام في أولها والمشاكل الصحية. نشوف الصورة اللي بعدها. في العالم حوالي 17 شخص بيموتوا كل دقيقة من السرطان، دي الإحصائية اللي طالعة من منظمة الصحة العالمية. كل دقيقة في العالم هناك 17 شخص يموتوا على مستوى العالم من أثر السرطان ومضاعفاته، وبالتالي ما زال هذا المرض ينهش في أجساد الناس ويحصد الأرواح. وكان المهمة من هذه الحملة التوعية لزيادة الثقافة ومحاربة المرض والاكتشاف المبكر ومحاولة وضع حد لآثاره السلبية ولحصده لأرواح الناس، لأن ما زال الأرقام بتاعت الوفيات أرقام عالية. نشوف الصورة اللي بعدها. ده شعار الحملة زي ما قلنا هذا العام I am and I will، أنا أكون وأنا أستطيع وأنا سأفعل لمواجهة ومحاربة هذا المرض، وقلنا إيه اللي تقدر تعمله. نشوف الصورة اللي بعدها. زي ما قلنا دي اللي في إيدك تعمله علشان تحارب هذه المشاكل. نشوف الصورة اللي بعدها. 4 فبراير هو اليوم العالمي لمحاربة السرطان. طبعا بما أننا برنامج متخصص عن النساء ونتحدث عن النساء، فالسرطان الأول في النساء في العالم خاطبة هو سرطان الثدي، الاسم المرعب الذي يرعب كل سيدة، والذي قامت الحكومة المصرية بمجهودات هامة جدا لعمل حملة للمسح الطبي والصحي والتوعية كمان بالمرة ضد مرض سرطان الثدي. وهذه الحملة مثمرة جدا وأتت ثمارها في أنحاء الجمهورية، بس ده بيبين لنا إن إحنا ماشيين على الطريق الصحيح لرفع الوعي الطبي والتثقيفي عن هذا المرض. شوف الصورة اللي بعديها بعد إذن حضراتكم. 4 فبراير من كل عام، هذا شعار الحملة زي ما قلنا في هذا العام I am and I will. أنا جايب لحضراتكم الشعار ده من مناطق كتيرة من العالم، بكل لغات العالم بيتكتب ده الشعار اللي بتختاره منظمة الصحة العالمية كل سنة، بتغير الشعار في يوم 4 فبراير علشان تنشر الوعي البيئي عن هذا المرض والتثقيف الطبي.
ده شهر التوعية كمان عن سرطان الثدي. أنا جايب لحضراتكم بعض الحقائق عن سرطان الثدي. سرطان الثدي قد يصيب الرجال، في 1% من الرجال ممكن يجي لهم سرطان ثدي. نسبة سرطان الثدي في العالم نسبة ما هياش قليلة، هو السرطان الأول للسيدات في العالم. لكن نتكلم بقى عن مصر، نسبة سرطان الثدي الإحصاءات المعلنة ولكنها غير موثقة هي 35 في كل 100 ألف، وده رقم منخفض جدا. نسبة الإصابة بسرطان الثدي في مصر ولله الحمد من الأرقام المنخفضة جدا 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 مقارنة بالدول الغربية. لكن المشكلة أن الوفيات من سرطان الثدي في منطقتنا العربية عموما وفي مصر خصوصا من أعلى الوفيات، رغم أن نسبة الإصابة قليلة جدا مقارنة بالعالم، لكن نسبة الوفيات مرتفعة جدا. ليه التناقض الكبير ده؟ لأن معظم الحالات لا تكتشف إلا في مراحل متأخرة، ولأن معظم الحالات عند اكتشافها لا يتم اتخاذ خطوات طبية صحيحة. ومن هنا كانت أهمية المسح الطبي اللي بيتعمل في مصر لاكتشاف الحالات مبكرا علشان نضع حدود لانتشاره، رغم أننا النسبة قليلة لكن الوفيات مرتفعة جدا للاكتشاف المتأخر ولعدم الممارسات الطبية الصحيحة، فكان ده مطلوب. لكن يمكن نشوف الصورة اللي بعديها تبقى صورة محزنة شوية. نشوف الصورة اللي بعديها بعد إذن حضراتكم. دي ما زالت صورة من إحدى الدول العربية بتعمل بيان صحي وبتقول نسبة سرطان الثدي، دي الحكومة الصحية ووزارة الصحة في الإمارات بتقول نسبة الإصابة عندهم حوالي هو 22% من السرطانات اللي بتصيب السيدات في الإمارات هي سرطان الثدي، وهو يمثل عندنا حوالي 24-25%، هو السرطان الأول بالنسبة للسيدات. مش 25% من السيدات هيجي لهم، لا، هم السيدات اللي هيصابوا بالسرطان ربعهم، قرب الربع هيبقوا من سرطان الثدي، لأنه السرطان الأول في العالم، وتزداد احتمالية الإصابة بالتقدم في السن وفي وجود تاريخ مرضي، وتزداد عند حدود الإشعاع، التعرض لإشعاع على الثدي أو استخدام الأدوية الهرمونية. طبعا هذه الصورة صورة الحقيقة يعني قد كده قابضة، ويعني بتثير الألم والحزن من تعرض أطفال للسرطان، ما زالوا بيتعرضوا للسرطان والعلاج الكيماوي يؤثر فيهم. وهذه الطفلة اللي وقفت قدام المراية وشافت شعرها اللي وقع من أثر العلاج الكيماوي، فقررت أن ترسم شعر ليها بديلا لده. وجع القلوب من ده، ما زال هذا المرض يؤثر، إن شاء الله يتقدم الطب لمحاربته أكتر. لكن نشوف الصورة اللي بعديها، الصور معلش بعتذر لحضراتكم هتبقى مفجعة شوية. ها في اليوم العالمي لمحاربة السرطان وهو يوم 4 فبراير، ويوم 4 فبراير سنة 2020 هذا العام توفي في هذا اليوم تحديدا، كأنه يتحدانا ويخرج لنا لسانه ما زال ويطل بوجهه القبيح، توفيت إيمان أحمد محاربة السرطان في مصر، هذه الآنسة صغيرة السن التي اكتشف قبل عام ونصف من الآن إصابتها بواحد من أكثر السرطانات شراسة، وهو الأوستيوساركوما، والأطباء يعرفوا ده، وأدى إلى انتشاره في عظام رجلها، وقرارات بتدخلات جراحية عنيفة مفيش داعي لذكرها، ثم علاج كيماوي مكثف، ثم دخولها للعناية المركزة، ثم كلامها على الفيسبوك أكتر من مرة. وفي يوم 23 يناير نشرت هذا المنشور وقالت أن الورم انتشر واستشرى، ويبدو أنها الأيام الأخيرة. معلش نشوف الصورة تاني فول سكرين ونحاول الناس تقرأ اللي هي كتبته. وللأسف وكأنه يتحدانا في اليوم العالمي لمحاربة السرطان ولنشر الوعي البيئي منه، وهو يوم 4 فبراير أعلن وفاة هذه الآنسة رحمة الله عليها، وجعل ما لاقته في ميزان حسناتها. وأرجو من كل المشاهدين والمشاهدات التوجه لها بالدعاء بالرحمة، وأن يجعل الله ما قابلته في ميزان حسناتها هي وكل مريضات السرطان ولكل المرضى. وبإذن الله تعالى يكون الطب يتقدم ليضع حدودا لهذه الأرواح والتي تحصد بهذا المرض. رحمة الله على كل من مات بهذا المرض، وأعان الله كل حد على بلواه وجعله في ميزان حسناتهم، وجعل الطب يتقدم لتخفيف آلام الناس. أنت الأمل فلا تتأخري، كان هذا شعار الحكومة المصرية في الحملة التي أطلقت لمحاربة سرطان الثدي ولنشر الوعي عنه وللاكتشاف المبكر، لأن
رغم أننا من أقل دول العالم في الإصابة بعدد الحالات، لكننا من أعلى دول العالم في الوفيات بسببه نتيجة الاكتشاف المتأخر، وبالتالي كان الاكتشاف المبكر مهم جداً جداً، فالكشف المبكر خيراً من العلاج. 4 فبراير من كل عام هو اليوم العالمي لرفع الوعي عن السرطان ولرفع التثقيف الطبي ومحاربة السرطان. متعكم الله دائماً بالصحة والعافية. خلي بالكم إن إحنا برنامج متخصص في أمراض نساء وبرنامج متخصص في تأخر الحمل، وحلقات هذه الأيام بنتحدث عن ما نطلق عليه السرطان اللي تبع تأخر الحمل أو مرض تأخر الحمل، ومرض البطانة المهاجرة والذي سنفرد له هذه الحلقة والحلقات التالية، يقال عنه أنه مثل الأورام الخبيثة لكنه لا يقتلك. بالمناسبة نسبة الإصابة في الدول العربية وفي مصر من أقل النسب الإصابة بسرطان الثدي في العالم. مريضات البطانة المهاجرة في مصر وفي الدول العربية عددهم أعلى من عدد مريضات سرطانات الثدي، ومع ذلك لا تجد الناس تعلم عنه، ولا تجد أطباء تعلم عنه، ولا تهتم به، ولا تحاربه، ولا تكتشفه مبكرا، ولا تحترمه، ولا تعالجه جيدا. وهذا هو التناقض الشديد بين مرض منتشر جدا أكتر من سرطان الثدي والناس لا تعلم عنه، تعلم عن سرطان الثدي كثير، مرض منتشر بنفس نسبة انتشار مرض السكر، الناس تعرف عن السكر كتير ما تعرفش عن البطانة المهاجرة، مرض منتشر بأكتر من الإيدز، الناس تسمع عن الإيدز وتعلم عنه كتير، مرض نقص المناعة المكتسبة، لكن لا تعلم شيء عن البطانة المهاجرة. لذلك كانت حلقات هذا البرنامج لرفع التثقيف الطبي عن البطانة المهاجرة. قبل ما نرجع للبطانة المهاجرة، هذا الأسبوع أيضا كان يوم 6 فبراير هو اليوم العالمي لمكافحة ومحاربة الجراحة التي تجرى وتسمى ظلما وعدوانا وامتهانا للسيدات، جراحة الختان أو الطهارة باللفظ المصري، لكن اللفظ الطبي العلمي الذي يطلق عليها هي جراحة قطع وتشويه الأجهزة التناسلية للمرأة. يوم 6 فبراير من كل عام هو اليوم اللي اتخذته منظمة الصحة العالمية لمحاربة هذه العادة، ونشوف سريعا الصور عن ده قبل ما نعود لبرنامجنا وحلقتنا. ده على الويكيبيديا هتلاقوا حضراتكم اليوم العالمي لرفض ختان الإناث، وبدأ الاحتفال به من سنة 2005، وهذه الممارسة التي تمارس في عدد كبير من الدول، ما هياش كبير قوي لكن حوالي 29-30 دولة في العالم، معظمها دول أفريقية. قدام حضراتكم في آخر سطور التقرير مكتوب إن حتى في الولايات المتحدة هناك تقريباً 120-140 مليون سيدة على مر السنين تم تشويه الأعضاء التناسلية بتاعتها تحت هذا المسمى، حتى في الولايات المتحدة، حتى في ألمانيا، صحيح حالات نادرة لكن في حالات تجرى لده، وبالتالي اليوم العالمي لمحاربة ده. للأسف الشديد المنطقة العربية والدول الأفريقية هي الرقم واحد في ممارسة هذه العادة السيئة. مصر لم تعد الدولة رقم واحد في العالم في ممارسة هذه العادة، بقت الدولة رقم 3 أو 4، لكن ما زال الرقم مرتفع. وللأسف الشديد تطورت المشكلة من أننا بقينا رقم 3 أو 4 إلى أننا رقم واحد في مأساة اسمها تطبيب عملية الختان رغما عن التجريم الطبي. نشوف الصورة القادمة وقد تكون الأخيرة في الكلام عن ده. في اليوم العالمي لمناهضة الختان حضراتكم تقدروا تشوفوا أن اليونيسيف 6 فبراير من كل عام بتقول أن دي عملية جراحية فيها تمييز جنسي ضد المرأة، محاولة للتحكم في حياة المرأة، وبينما تنظر لها بعض الدول أنها علامة من الطهارة والعفة، تنتشر في البلاد الأفريقية بشكل كبير. حوالي 80-90% من الدول التي تمارس هذه العادة هي دول أفريقية، وأكبر 3-4 دول في العالم هي أثيوبيا، الصومال، مصر، ثم السودان. اليوم العالمي لمحاربة هذه العادة. للأسف الشديد أن مصر استقبلت هذا اليوم العالمي لمحاربة هذه العادة بوفاة زهرة، طفلة عمرها 12-13 سنة في إحدى قرى التابعة في إحدى المراكز التابعة لمحافظة أسيوط. يجب أن نرفع جميعا أكف الضراعة، أن ربنا يلهمنا أن تتوقف هذه الممارسات السيئة ضد السيدات والتي لا تعلمون آثارها السلبية النفسية والجسدية على السيدات. كان هذا حصاد هذا الأسبوع، ونعود لحضراتكم بعد فاصل قصير ونستكمل حديثنا عن السرطان الذي يسبب تأخر الحمل لكنه لا يقتل، والغامض الذي لا تعلم عنه النساء كثيرا، ومرض البطانة المهاجرة. فاصل، وبعد الفاصل نواصل حديثنا عن البطانة المهاجرة.
أهلا بحضراتكم ونجدد التحية، وبعد الفاصل نواصل الحديث عن الغامض. نشوف الصورة. الغامض مرض البطانة المهاجرة الذي لا تعلم عنه النساء الكثير. بعض الأطباء دخلوا وتخرجوا من كلية الطب لا يعرفوا المرض ولا يعرفوا اسمه. بعض أطباء النساء لا يعرفوه ولا يفكروا فيه. بعض أطباء النساء المتخصصين في تأخر الحمل والذين يدعون أنهم أطباء لتأخر الحمل لا يفكرون فيه ولا يعطون اهتمام ولا يتعاملون معه. الغامض لأنه غير معلوم السبب، لا يظهر له أي أعراض أحياناً، لا يظهر بأي وسيلة تشخيص من المتعارف عليها، لا تحليل، لا سونار أحياناً، ولا أشعة مقطعية، ولا رنين مغناطيسي، ولا يشاهد. هذا الغامض، هذا الظالم، هذا المختفي، هذا العائش في الظلام، في ظلام تجويف الحوض، إلا عندما ننير الحوض بمنظار، فهو لا يظهر إلا بجراحة المنظار. نشوف الصورة. ولكنه ليس مرضاً بسيطاً، وليست نسبة الإصابة فيه بسيطاً. نشوف الصورة اللي بعديها. فهو السبب الرئيسي لدمي ودموعي وألامي وتأخر حملي، فهو السبب الرئيسي لهذه المشاكل الطبية في السيدات. دورة نازفة، دورة مؤلمة، عدم حدوث حمل لسنوات، جراحات متعددة. هنشوف سيناريوهات كتيرة جداً وفيديوهات كتيرة جداً لحكايات السيدات عن إصابتهم بهذا المرض. ليه السيدات على الانترنت وعلى اليوتيوب بيحكوا كتير عن المرض ده؟ لأنهم مش متخيلين قد كده كانوا في عذاب، وقد كده كان غامض وتشخيص خاطئ وتأخر للتشخيص لعشرات السنين أحياناً عشان يصلوا لطبيب متخصص يشوف البطانة المهاجرة ويقول لهم ده بطانة مهاجرة أنا بشك فيه، نعمل منظار. الست تصدق وتروح تعمل منظار فنكتشف البطانة المهاجرة. هوري لحضراتكم عشرات من الفيديوهات، أولها هذه الفيديو اللي نشرته الأمريكان فاونديشن أوف إندوميتريوزيس. هنسمع اللي بتقوله ونعلق عليه ونسمع القصة بتاعتها. نسمع الصوت. I started developing these signs that I couldn't really tell if they were normal or not for a young girl to go through. It was just in my general pelvic area and I was very, very uncomfortable. And I remember one day I was laying in my apartment and I woke up and I couldn't move. It felt like everything from my hips down were paralyzed. And any move I made, it was like this sharp, sharp shooting pain as if someone was stabbing me. بتقول إن أنا من بداية دورتي كانت دورتي دائما مؤلمة، لكن الألم ده كان محتمل، ثم ازداد الألم، ثم أصبح غير محتمل، والناس اللي حواليا بيقولوا لي عادي، وأنا طالبة في الجامعة تحول الألم إلى أجني، إلى ألم شديد لا أتحمله، لحد ما في مرة جالي ألم، وقعت من طولي من شدة الألم، ما كانش ألم عادي، ما كانش ألم بسيط، كان إحساس إن حد ماسك سكينة وبيطعني في بطني. تزامن إن ده ما كنتش واخدة بالي، تزامن إن ده كان وقت الدورة وده اتكرر مرتين. فاضطريت أروح للمستشفى وحنشوف قالوا لها إيه في المستشفى. هيقولوا لها نعمل لك سونار، ما لقيناش حاجة، ده لقينا كيسين على المبيضين حجمهم كده حجم الليمونة صغيرة، ولا يهمك خالص روحي، ده بيتقال كتير، دي أحداث كتير. وحنشوف رغم أن هي طالبة بتدرس التمريض وعندها خلفية طبية، لكنها خدعت في الأول بهذا الخداع المستمر عند التعامل مع غير متخصص. نكمل حكاية هذه السيدة اللي الأمريكان فاونديشن أوف إندوميتريوزيس بتعرضها كمثال لقصة وسيناريو حقيقي لمريضات البطانة المهاجرة. نشوف. My menstrual cycle lasted about 8 to 9 days and the same episode happened again about a month into me being home. I realized at that point something was seriously wrong and I knew that I had to go to the hospital. I was honestly petrified. I thought that at that point I was either losing an ovary, I had cancer, I had this, my mind was just going insane. بتقول ان الموضوع ده اتكرر مرتين، عرفت ان انا لازم اروح المستشفى، انا ليا خلفيه طبيه لان بدرس تمريض، عرفت ان دي حاجه في المبيض، وكنت خايفه ان يكون المبيض ده فيه سرطان، المبيض ده فيه التواء، فانا هفقد المبيض ده. فروحت المستشفى واجروا لي فحوصات وقالوا لي ان في حاجتين كده صغيرين في المبيض ولا تهتم بيهم، وممكن تاخدي علاج ومسكنات وتروحي. والموضوع ده اتكرر. اذا كان كملت الفيديو معانا في الجزء، في جزء تاني من الفيديو اذا كان معانا وجاهز نشوفه، اذا ما كانش نكمل.
بتقول ان الموضوع ده اتكرر. It's large growing on my ovary. Wouldn't the first instinct for a doctor to do be to remove it? And I knew right away that I needed a second opinion. So I went to another doctor and he told me right away, you're going to need to be put into surgery. We don't want to lose your ovaries. بتقول انا عرفت ان انا لازم اروح المستشفى. لما رحت المستشفى قالوا لي لا ما تهتميش، لا انا حاسه ان ما دام في حاجه في المبيض دي لازم تتشال، وبالتالي اضطريت اخد راي طبيب تاني، والطبيب التاني عملوا لي جراحه، ولما عملوا لي الجراحه هتشوف بتقول ان قالوا لي ان عندك اندومتريوزس ودي حاجه بسيطه ما تهتميش بيها، لحد ما هي ساعت حتى في الولايات المتحده الامريكيه للبحث عن طبيب متخصص في البطانه المهاجره، فقالت ان انا حسيت بفرق في التعامل لما توضعت تحت ايد متخصص، لان هذا المرض كثير من الاطباء لا يعلمون عنه. نكمل قصتها كده. I honestly never even heard of the word. I had no idea what it was. I knew that one, I could start researching on my own, and two, that I had enough resources around me that I could be able to get help. When I finally... الدكتور اللي هي راحت له ده الدكتور، ممكن لو رجعنا وشوفنه، ده الدكتور تامر سكين. أظن واضح من اسمه رغم أنه هو أمريكي الجنسية منشأه وأصوله إيه. دكتور تامر واحد من الأطباء المتخصصين في الولايات المتحدة الأمريكية عن البطانة المهاجرة. بتقول لما رحت له حسيت بفرق، حسيت إن حد فاهم الأعراض اللي عندي، حسيت إن حد فاهم أنا هيتعمل لي إيه، وقال لي إن طبعًا لازم يتعمل لي منظار، وأثناء المنظار تم التعامل مع هذا المرض. هي ما قالتش حقيقة عشان هي آنسة مش قادرة تقول إن استأصلوا جزء من مبيضي، وبتاخد علاج بعد كده علاج تهبيطي، وهتقول إنها حست بفرق واضح في الأعراض بتاعتها. وهنشوفها وهي بتدرس وبتقول انا مصره ان انا اتخرج انسه في التمريض عشان انشر الوعي للسيدات عن المرض ده ومحاربته. نكمل ونشوف طبيبها اللي يعني كان له فضل عليها في اكتشاف وعلاج المرض. شوف. Got 100% definite that this was endometriosis. I felt so relieved that I had somebody there that was actually paying attention to me. I was going to know why I was feeling a pain and I was going to finally have answers. I don't feel stranger to my own body anymore. I could almost embrace the fact that I have something and I'm dealing with it. I know many women who were diagnosed with endometriosis and had multiple surgeries and ended up having no problem having kids and having 1, 2, 3 kids. I aspire to be a nurse, and I hope that even if I'm able to help one girl and give her some sort of insight, I think that it's really important. I hope that I could take having endometriosis and use it. هي بتقول أنا عارفة تم تشخيصي بأن عندي بطانة مهاجرة، وده مرض رزل وصعب و و و، لكن أنا مبسوطة لأن بقى عندي إجابات، إجابات على الآلام اللي كنت بحس بيها، إجابات على الأعراض اللي كنت بحس بيها. الناس اللي كانت بتقولي، هتسمعوا اللفظ ده في فيديوهات كتير في أمريكا، بيستخدموا اللفظ ده، The pain is in your head، يعني أنت ما عندكيش حاجة في الحوض ده بس في دماغك، أنت بتهيأ لك الألم بتاع الدورة ده عادي وطبيعي وطنشي. فبتقول لا، لقيت إجابات رغم أني عارفة إن ده مرض صعب، وإن في سيدات كتير حاربته، وإن في سيدات أجرت أكتر من جراحة، وإن في سيدات فقدوا مبيضهم، وإن في سيدات فقدوا خصوبتهم، وإن في سيدات ما حملوش بسبب هذا المرض، لكن أنا بقى عندي إجابات على الأسئلة وده ريحني، وبقيت ماشية في طريق صحيح وبحارب هذا المرض. وشفتوها وهي بتذاكر في الكتب بتاعتها علشان تتخرج ممرضة، ورغم أن كانت بتدرس تمريض ولها خلفية طبية، إلا أنها لم تستطيع لا هي ولا أطبائها أنه يحط إيدهم على حقيقة هذا المرض. ممكن نشوف الصورة القادمة، لأن هذا المرض يقال عنه هذه الجملة في أمريكا: أنا البطانة المهاجرة، أنا اللعنة التي ستصيبك، أنا اللعنة التي ستمسك بك وستستمر ما لم يكن قضاء الله وقدرته تساندك وبعض العلاجات الطبية، لأن ما زال الطب لا يستطيع أن يفهم كل أغوار هذا المرض حتى الآن، فيصبح هذا المرض كاللعنة تجري ورا السيدة وتجري منها وتعمل جراحة ويرجع وتعمل جراحة ويرجع وعدة جراحات، وقد تهدد خصوبتها وقد تهدد رحمها وقد تهدد مبيضها. هذا هو البطانة المهاجرة. طيب نسبة المرض ده قد إيه؟ الأرقام قد إيه؟ هذه الصور تتحدث عن
هذا المرض يحدث في سن الحمل والإنجاب ما بين سن 15 ل 45 سنة. 15 ما فيش واحدة اسمها صغيرة إن يتم تشخيصها بالبطانة المهاجرة، وحنشوف قصص على ده. The true incidence الناس مش عارفة، بتقول إن نسبة المرض ده تقريبا 10%، في ناس كانت بتقول لا قليل 5 وناس بتقول 20، لكن احنا في المتوسط بنتكلم على 10%، واحد من كل 10 سيدات، أكيد أكتر من نسب الإصابة بسرطان الثدي في مصر. بس نرجع بقى نبص الجملة المهمة قوي، 30 ل 50% من السيدات اللي بيشتكوا بتأخر حمل، تلت الستات على الأقل المتأخرات عن الحمل سببه البطانة المهاجرة، ومش باين عليهم سبب، وانتي حلوة وزي الفل، والتحاليل بتاعتك هايلة، والسونار هايل، والتبويض هايل، وزوجك هايل، والأنابيب سالكة، واحنا مش عارفين انتي ما بتحمليش ليه. معظم هذه الحالات ستكون بطانة مهاجرة، نسبته مش قليلة. السيدات المترددات على عيادات تأخر الحمل، تلتهم على الأقل هم بطانة مهاجرة. الجملة اللي مكتوبة بالأصفر دي جملة كانوا زمان بيقولوها، إن ده مرض ينتشر في أوروبا الغربية وفي أمريكا، وإنه في مناطق أخرى من العالم ما هوش منتشر، وإنه له race and discrimination. لا، it does not discriminate race، هو موجود في كل المناطق في العالم. اكتشفنا إن إحنا كنا في أفريقيا وفي الشرق الأوسط لا نجري جراحات مناظير كتير، فما كناش بنكتشفه، هو ما يكتشفش إلا بمنظار. لما زاد إجراءنا المناظير اكتشفنا إن النسبة عندنا تماثل نفس النسبة اللي موجودة في الولايات المتحدة وفي أوروبا الغربية، ما هواش له علاقة بجنس ولا منطقة معينة من العالم. هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن وجود نسيج البطانة المهاجرة داخل الحوض. كان في جملة أخيرة في الصورة اللي فاتت بتقول إيه؟ بتقول إن في هيريديتري تندنسي، يعني في استعداد وراثي. السيدة اللي أمها عندها كان عندها بطانة مهاجرة 60% عندها نسبة إصابة بهذا المرض، والنسبة عالية جدا. تجي لي ستات العيادة، أختي يا دكتور حضرتك عملت لها منظار من 3 سنين وقلت إن عندها بطانة مهاجرة، وأنا متجوزة دلوقتي بقالي 7-8 شهور وما بحملش. على طول الشك يثور إن هذه السيدة احتمالية إصابتها بالبطانة المهاجرة احتمال أعلى، لأنه له استعداد جيني ووراثي. نسبة الإصابة بالبطانة المهاجرة في العالم 10% من السيدات. في الستات اللي بيشتكوا من تأخر الحمل في العالم 30% منهم على الأقل بطانة مهاجرة. It's a leading cause of infertility، سبب رئيسي لتأخر الحمل. اللي بيتعجب منه المريضات إن عدد المصابات في العالم 176 مليون سيدة على الأقل، يقتربوا من 200 مليون في العالم. هذه النسبة أكتر من نسبة المصابات بسرطان الثدي في العالم، وأكتر من نسبة المصابات بالإيدز، ومع ذلك الناس تعرف كتير عن الأمراض دي ولا تعرف عن ده. نسبة الإصابة المية حاجة وسبعين مليون دي نفس الأرقام التي تصيب مريضات السكر في العالم، وكل الناس تعرف عن مرض السكر وتعرف مشاكله ومضاعفاته وتأثيراته، لكن محدش يعلم عن هذا الغامض الخفي البطانة المهاجرة. وده اللي قررنا وقررت منظمة الصحة العالمية، وقررنا إن نرفع الوعي والتثقيف الطبي عنه، وسنتحدث عنه ونكتشف أغواره وأسراره ونزيل اللثام عن هذا الغامض في حلقات قادمة. بستأذن حضراتكم إلى أن أعود وألقاكم ونستكمل حديث عن البطانة المهاجرة ونكتشف أسرار الغامض. أرجو من الله أن سلام الله دائما يحيط بكم ويرعاكم، وأشوفكم على خير ونستكمل حديث عن البطانة المهاجرة.